يختبر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النظام الأكثر تفصيلاً والذي تم ابتكاره لتحليل مباريات كرة القدم، حيث يؤمل أن يأخذ المباريات إلى مستوى مختلف وتقديم بعض المباريات المثيرة في نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل. وتستخدم الهيئة الإدارية العالمية حالياً مركزاً للمؤتمرات في جنوب ويلز، يتتبع من خلاله المحللون تحركات كل لاعب مشارك في مباريات كأس العرب لكرة القدم الجارية حالياً. ويقوم فريق مكون من 25 طالباً من الأداء الرياضي الخريجين والجامعيين بفحص فعالية حركات كل لاعب مع وبدون كرة لمدة 90 دقيقة كاملة من كل مباراة لتوفير أكثر من 15,000 نقطة بيانات في كل مباراة. يتم بعد ذلك مشاركة هذا المستوى غير المسبوق من التفاصيل بين الفرق 16 المشاركة في مونديال العرب كما هو الحال في مونديال العالم، ويتم تصفيته من قبل الخبراء الفنيين كمدرب إنجلترا السابق ستيفن ماكلارين لتوفير رؤية هادفة للجمهور. ويمكن أن يتوقع المشجعون رؤية مقاييس جديدة على الشاشة في المونديال القادم تسمى ذكاء كرة القدم المحسن، مثل فواصل الأسطر والضغط الدفاعي والانقلاب القسري، والتي تم إنشاؤها من تزاوج بيانات وخوارزميات التتبع المباشر. سيتم أيضا تحميل البيانات على مركز تدريب فيفا مفتوح الوصول جنبا إلى جنب مع لغة كرة القدم في فيفا التي تم إنشاؤها حديثا بهدف تحسين التدريب في جميع أنحاء العالم كجزء من رؤية أرسن فينغر رئيس منظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.